للرواية: إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص الحسين وهو مخضب بالدم. يقول الإمام: نراه نحن وشيعتنا بالبصيرة للبصر فتجري لذلك دموعنا. احنا يلوحنا هالدم الطاهر على البعد، اذا اطل علينا هذا الشهر كأننا نشمع من وراء هذا الدم. والله لا اعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا افر فرار العبيد. اذا مر علينا هذا الشهر بيش يوحينا؟ يوحينا بالتسليم لقضاء الله وقدره، لاننا نرى امامنا التائرنا الحسين، نراه امام اعيننا يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود شواك. اذا مر علينا هذا الشهر شنقرأ؟ نقرأ في صورة الحسين وهو يجسد المثل، يجسد الصبر، يجسد البطولة، يجسد الشجاعة. نسمع كلمة عبد الله بن عمار يقول: لقد رأيت الحسين يوم العاشر، والله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته.